منورنا النهارده في بوابه اخبار اليوم الفنان شريف رمزي. الف مبروك على الفيلم يا شريف. اهلا وسهلا، الف مبروك، ميرسي جدا، والف الله يبارك فيك. بارك لك على الفيلم النهارده، وعايزينك بقى تكلمنا يعني ايه هتقولي راجل. هتقولي راجل هو فيلم بيتكلم عن ان الستات سيطرت على المجتمع، ان الستات بقوا هم الكل في الكل، ان الستات بقت هي اللي من سنه 40 اكتشفوا هرمون ممكن يلغي فكره خلفه الرجاله، فبقوا يخلفوا رجاله بس، بنات بس سوري، من الاربعينات لغايه 2013. وبنفتح 2013 بنلاقي ان المجتمع سيطرت عليه النساء، بقت هي رئيسة الجمهورية بقت ست، والغفيرة بقت ست، والوزيرة بقت ست، والعسكري بقت ست، وسواقة التاكسي بقت ست، والراجل بقى عملة نادرة جدا في إطار العالم ده. وبنشوف بقى ده عامل ازاي، بنشوف المجتمع اختلف قد ايه، بنشوف ان الولاد والبنات علاقتهم ببعض بقت عاملة ازاي، في إطار رومانتك كوميدي وقصص حب ورومانسية وكوميدية ان شاء الله تعجب الناس كلها. عايزين بقى نعرف شريف هيقدم لنا ايه من خلال هتودي راجل. انا هقدم فيلم ممتع، فيلم دسم، فيلم يدعو للتساؤل والتفكير، فيلم رومانسي، فيلم يضحك، فيلم مش مبتذل، مش مسيف، فيلم فيه كوميديا راقية وكوميديا محترمة. بقدم ناس كتير، ست ابطال معايا في الفيلم كلهم نجوم وابطال ومسلمين مهمين، 15 ضيف شرف نجوم كبار مهمين، انتاج متميز، اخراج متميز، يعني يا رب ان شاء الله، احنا تعبنا جدا في الفيلم ده، يا رب يلاقي استحسان الجمهور كله ان شاء الله. دورك بقى في الفيلم. دوري في الفيلم ولد اسمه علي بيشتغل في الدعاره. ما هي بقت المجتمع لما اتقلب بقى الاولاد هم اللي بيشتغلوا في الدعاره، فاحنا بنقدم مشكله ولد بيشتغل في الدعاره وبيقع في حب بنت ضابط مباحث، وبنشوف الاختلاف ده بيحصل ايه مع بعض، يعني هم الاثنين مختلفين وبيتوافقوا ازاي. الفيلم فيه شيء من الفانتازيا؟ لا، ما اقدرش اقول عليه فانتازي، بس ممكن اقول عليه قايم على افتراضيه اللي هي وات اف، او ماذا لو، ماذا لو حصل كذا 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 هيبقى المجتمع عامل ازاي. انا سمعت ان انت خايف، كنت خايف من نزول الفيلم في ظروف حظر التجوال، شايف وقت دلوقتي ازاي؟ هل طبعا بعد ما بقى حظر التجوال الساعه 12 ده ممكن ياثر على ايرادات الفيلم؟ والله طبعا حظر التجوال لو استمر في العيد هياثر على ايرادات الفيلم، لانه احنا في حفلات كتيره جدا، اهم حفلات العيد ملغيه مش عارفين نشتغل فيها، فاعتقد ان هي هتاثر، ولكن انا امل ان الحظر يتشال قبل العيد ان شاء الله، او على الاقل وقت العيد يعني. لو ما اتشالش هنبقى الموسم مقسوم نصين، نصه في يعني حفلات شغاله، ونص الثانيه في حظر، في ناس قاعده في البيت، فهياثر على الايرادات طبعا. كلمنا بقى على كواليس العمل، ومعاك طبعا نجوم جميله، معاك يسرى اللوزي، معاك ايمي سمير غانم ومريت وكريم فهمي، عايزين نعرف بقى اجمل المواقف اللي كانت ما بينكم. بصي، ظروف الفيلم ده كانت كلها ضحك، يعني احنا كنا بنصور في عالم مختلف، وعالم افتراضي، وعالم مختلف وجديد، فاعتقد ان الظروف كلها كانت ظروف في صالحنا، يعني ان احنا كنا عامل لنا مود حلو في واحنا بنشتغل، المخرج العمل محمد شاكر كان عامل روح حلوه بين الممثلين، كنا بنشتغل في عالم زي ما قلت لك احنا اللي عاملينه، فحاسين ان احنا كلنا بنشارك في صنعه، وحاسين ان احنا بنشتغل واحنا مستريحين، حابين بعض، ما بننافسش بعض، بننافس مع بعض، فده اللي كان عامل الظروف الكويسه يعني. طبعا شريف كان عامل دور جميل جدا مع الزعيم عادل امام في مسلسل عرف خلال شهر رمضان، عايزين بقى تكلمنا عن ردود الافعال اللي انت استقبلتها بعد عرض المسلسل. انا ردود الفعل كانت فوق المتوقع، عمري ما لقيت رد فعل بالحجم ده في حياتي، يعني انا عرف عمل شغل الحمد لله اكتر من رائع، يعني نجح المسلسل وعمل اعلى مش اعلى مشاهده في الوطن العربي كله، تلقيت تليفونات من الوطن العربي كله، ناس كلها اشادت بالمسلسل وعجبها، كانت ناس بتتابعه، عمل حالات انسانيه كده وعمل روح كوميديه كده عمرها انا ما شفتها قبل كده في مسلسلات، فانا في حقيقه عمري ما شفت نجاح قد اللي شفته مع استاذ عادل امام. انت قلت لي الشخصيه كانت صعبه جدا لانها ما اتعملتش قبل كده في الدراما، فكلمنا انت ازاي قدرت انها تعمل شخصيه محمود. شخصيه محمود كانت صعبه جدا لان كانت ولد يساري، ولد مؤمن يعني غني جدا، ولكن مؤمن بالفكر الشيوعي شويه او الفكر اليساري شويه، مهتم ومهموم بالعشوائيات، ف وفي نفس الوقت هو غني جدا وعايش راكب عربيه اكس 5 وعايش في قصر وحاجات كده، فكنت انا كنت خايف جدا ان الشخصيه تتحول الى كاركتر او انها يضحك عليها، فانا كنت حابب ان يضحك منها مش عليها، وده كان الرهان اللي اتعمل مع الاستاذ رامي امام بطل العمل الرئيسي اللي انا بعتبره بطل العمل الحقيقي لهذا العمل يعني. نشكرك جدا يا شريف معانا ونورتنا في اخبار اليوم. ميرسي جدا ليكي، وانا الف شكر ليكي. ميرسي.